ماشي. وضعك العاطفي مش مستقر يا قوس، الوضع العاطفي مش مستقر عندك خالص خالص، وبدون سبب وبدون داعي. انا مش عارفة المشاكل دي جاية منين. القوس حاسس ان هو مهزوم في العلاقة، ان هو مش مالي مركزه كده، فاهم قصدي؟ انه شريكه يعني مش هقول مستتفاهه، مش مديله قيمته اللي هو عايزها، فاهم قصدي؟ نفسه يبقى عنده سلاح العاطفة والعقل مع بعض، ان هو يعرف يمشي الاثنين مع بعض. تقريبا القوس يا بيشغل ده يا ده، يعني هو عنده يا ده يا ده، ما يعرفش يشغل الاثنين مع بعض، فنفسه يشغل الاثنين مع بعض عشان يعرف يتعامل مع الشريك ده. Queen of Wands. نفسه يكون قائد اكتر في العلاقة، حاسس ان هو مش قائد، مش قائد، ومش بيعرف ياخد الانيشيتيف اللي هو ان هو يبادر بحاجة، مش عارف يبادر. يمكن يكون الشريك اللي معاك يقوس برجه قيادي قوي، فمأثر عليك، مخليك مش عارف انك انت مش مديلك المساحة بتاعتك، فاهم قصدي؟ بس انت شايف شريكك ازاي؟ شايفه عيلة سعيدة، بيمدك بالعيلة السعيدة. لو انتوا لسه ما ارتبطتوش، فانت شايف فيه العيلة، يعني العيلة المستقبلية انت شايفها فيه، صورة حلوة جدا. شريكك عايز ايه؟ شريكك اما محتاج اجازة، ان هو يطلع اجازة معاك، او ان هو لو انتوا لسه ما اتممتوش الجواز، انه يحصل الفرح وتحصل الخطوبة على الاقل، عايز يرتبط بيك. نفسه في ايه؟ يعني غريب قوي ان الكارت ده يظهر في الحتة دي. هو حاسس ان انت ظالمه على فكرة، او حاسس انك انت مش فاهمه صح، انت مش مقيمه صح، نفسه تفهمه صح، انت مش فاهمه لسه. شايفك ازاي؟ شايفك شخص بيقدم كتير قوي، بيحب جدا وبيقدم كتير قوي، معنى ان هو شايف ده معنى ان هو مقدره، فدي نقطة كويسة جدا. لكن الطاقة ما بينكم يا قوس عاملة كده، بصوا عاملين ازاي. دي خناقة في شارع، دي خناقة كبيرة، يعني خناقات كتير كتير، كل شوية خناقة، تطلعوا من خناقة تخش في خناقة، تطلعوا من خناقة تخش في خناقة. فليه كل الخناق ده؟ ما يعني ما تمشوا الدنيا يعني أبسط من كده شوية. دلوقتي يمكن تكونوا في حالة توازن الشهر ده، بس مش هيستمر كتير. يعني انتوا في عندكم، بصوا عاملين زي موج البحر، كل يوم بحال، يعني تتصافوا وتتخانقوا، تتصاحوا وتتصالحوا وتتخانقوا. نصيحتي ليكم بجد، لو الخناقات ماشيه بالنمط ده، خدوا بريك، يعني مش بريك من بعض، خدوا بريك مع بعض، خدوا بريك من المشاكل، وحاولوا تعملوا حاجة تساعدكم انتوا الاثنين مع بعض. كل شوية خناقة. طيب ما انا شايفة، ما انا لاحظت. خدوا بريك بس كده، وحاولوا تروحوا حتة مكان هادي تتكلموا فيه، تلعبوا فيه، اعملوا اي حاجة فيها مرح، فيها حاجة كويسة كده هيقربكم من بعض. بس انا بقول لك اللي انا شايفاه يا قوس، شريكك شايف انك انت مش فاهمه صح، مش مقيمه صح، هو مش شديد عليك بالشكل ده، او هو مش شخص عنيد او عنيف بالشكل الفظيع ده. انت ممكن تكون مزودها شويه، يمكن، الله اعلم. عموما في كلتا الحالتين انتوا بتحبوا بعض، الحب واضح، هو شايف حبك ومقدره، وانت شايفه العيله والامان والسعاده العائليه، فهتعدي. الناس اللي هيسألوني هنسيب بعض؟ لا، ما حدش هيسيب بعض، هتفضلوا كده تتخانقوا وتتصالحوا وتتخانقوا وتتصالحوا، بس ما فيش حد هيبعد، وما فيش حد هيسيب التاني، ان شاء الله مكملين، وهتصلحوا كل الحاجات اللي بينكم الصغننه دي حاجات صغننه كلها. شهر ده انا وخطيبي كويسين جدا، بس فاكرين مش كده نايمه. طيب كويس يا دنيا. ما انا شفت في حاله اتزان، بس مش يعني ان شاء الله تدوم، بس انا شايفه انه الموضوع في تارجح جامد جدا. نقعد احكي معايا من شهرين عشان الخناقه، والله كتير عنيده مع هو عنيد.
انتوا الاثنين يعني بتعندوا ده اوحش حاجه لانيت ده مشاكل ضغط وخناق الشريك مزاجي. حلو قوي. السناجل زي ما هم يا مريم. مكانك كله مكانه، مفيش جديد، لا جديد الشهر ده. كنت هقول لكم ايه، مفيش حد هيسيب، يعني اتخانقوا زي ما انتوا عايزين، العلاقه مكمله ومفيش بعد ومفيش اي حاجه من الحاجات دي خالص. احنا فعلا كل شويه في خناق، وهو قرار انه يبعد فتره. مفيش مانع يهديه لو ده هيديكوا بريك شويه، توحشوا بعض وتعرفوا قيمه بعض وغلاوه بعض عند بعض، مش مشكله. يعني انا موضوع البريك ده بالنسبه لي مش ازمه، بالعكس بيبقى كويس. قوس، مش عارفه ده صح ولا غلط، يعني ايه مش فاهمه سؤالك هنا. اوكي، مع احترامي قوس، بس القوس بيطنش الدنيا. والله يا ام حسن، ده يعني دي نعمه من عند ربنا، لو يعرف فعلا يطنش الدنيا دي نعمه كبيره جدا. الحاله النفسيه هتتظبط في الزواج ولا لا يا ميمي؟ انا واضح عندي ان هي لسه مش مستقره، الشهر ده مش مستقره، بس الموضوع في ايديكم يا جماعه. يعني انا بقول لكم مفيش حد هيبعد، مفيش بعد، مفيش انفصال، مفيش طلاق بعد الشهر، مفيش فسخ خطوبه، مفيش اي حاجه من الحاجات دي. انتوا مكملين بس بتتخانقوا كتير، يعني حاولوا بس يعني تتفادوا اسباب اللي بتوصل للخناق. بمعنى ان واحد شاف تاني متعصب ما يقفش في وشه ويقعد يحاول يستفزه اكتر، لا يحاول يبعد يقدر. طب خلاص انت متعصبه دلوقتي، انا هسيبك بس لغايه ما تهدي. مش هيحصل اي حاجه على فكره خالص، هتهدى وهتتكلم معاها، هتلاقيها شخصيه طبيعيه جدا مش مجنونه. لكن هتيجي تقف وشها وهي متعصبه هتسمع كلام مش ظريف. ونفس الحكايه الناحيه الثانيه، هو داخل متعصب تقفي في وشه وتقولي له حاجه تنرفزه، اكيد هتتخانقوا. شايفاه مزعبك، خلاص تاني شويه حبيبي مع شكلك متعصب دلوقتي، نتكلم بعدين. الموضوع مش ضروري يعني يتاجل، فاهمين قصدي؟ عشان تتفادوا الكلاش ده، فاهمين قصدي؟ اختاروا بس الوقت الكويس في المناقشات والحاجات دي. نشوف بقى ايه الحاله العامه للمجموعه الثالثه والاخيره لبرج القوس. ابني صاحي لحد دلوقتي، يعني انا بجد مش عارفه اعمل في نفسي ايه. المجموعه الثالثه عندهم ارتباط، وارتباط تقريبا شكله جديد، نايت اوف كابس. خلينا نشوف بس اول حاجه هنا، القوس ماسك على مشاعره او ماسك على حاجه، ماسك على اهتمام، ماسك على وقت، ماسك على فلوس، ماسك على مشاعر، في حاجه ماسك عليها. بس ده لانه اتقرص، يعني لو هو ماسك على فلوس فلانه هو مقروص وبقى عارف قيمه الفلوس اللي معاه ومش عايز يحطها في مكان غلط ويصرفها في المكان الصح. لو هو مشاعر فهو اخذ برضو درس وتعلم كويس من علاقه سابقه ادى فيها مشاعر كتير قوي وخذل، فقرر ان هو ايه يمسك في مشاعره كده وما يديهاش لحد بالسهل. وانا يعني انا اؤيد هذا الموضوع ده جدا، ما فيش مشكله خالص، صح. نفس الشخص اللي عند المجموعه الاولى اللي كان اهو الصغير ده اللي عمال يسحب طاقتك الايجابيه ياخدها دي ويديك سلبيه مكانها، ده مأثر عليك بالخوف، محسك بالخوف، بيقلقك. مش اي داعي للقلق على فكره. صحيح انا مش شايفه تطور في الحاله الماديه، بس شايفه ان الصحه الحمد لله كويسه، مفيش مشاكل صحيه. بس هو في زعل، في ندم، والندم ده عن قرار يقوس. الحيره نفس الحيره، في قرار انت عايز بتاخده، القرار ده هتندم عليه، هتحس ان في ندم، انت ندمت وعملت خطوه غلط. اوكي، طيب نتفادى الموضوع ده ازاي؟ لو في قرارات مهمة داخلين عليها الشهر ده أجلوها، لو ينفع لو تقدروا تأجلوها، حاولوا تأجلوا القرارات دي عشان تتفادوا الندم ده. ده في ندم، أنا شايفة حالة ندم، يا رب ما تكونش حصلت اوريدي، واللي لسه يعني ما حصلتش عنده. لو في قرار هتقع فيه هيقع قدامك يعني الفترة دي أجله، كويس؟ طيب نايت اوف كابس ده بقى، هنا في هنا
هي مش علاقة جديدة، لا دي مش علاقة جديدة، ده ارتباط موجود بالفعل مع القوس، مفيش أي جديد عنده الشهر ده بالنسبة للارتباطات الجديدة. سوري. لكن هو بيعامل شريكه بطريقة لطيفة وظريف معاه، عكس المجموعة التانية اللي احنا شفناها. ارتباط قوي جدا، الناس اللي لسه ما ارتبطوش رسميا، ما عملوش الحفلة بتاعت الخطوبة او حفلة الفرح، بإذن الله هتتم مراسم الخطوبة والفرح اهي ان شاء الله هتتم. عندك تحول يا قوس، انت كمان واضح ان الارتباط ده هيحول حياتك وهيحول مجرى حياتك، يمكن هتبقى اكتر اتزان، هتبقى اكتر التزام، ممكن في عندك تحول جامد هيحصل في حياتك، هتبتدي تلتزم اكتر، وانا شايفه ان هو التزام، وكمان ممكن تكون بتقرب من ربنا. حاجه حلوه قوي قوي، قرايه تحفه، هلخصها بسرعه. في هنا ماسك على حاجه، لو انت مقلل اهتمامك بشريك او بعيلتك، او ان انت تنفق بفلوس، خلي الموضوع وسطي شويه، بس لو هو عن اهتمامك بعيلتك ارجوك اهتم بيهم كفايه. في شخص جنبك برضو بيوحي لك او بيدي لك نصايح مش كويسه، او بيوحي لك بطاقات سلبيه حواليك، وانا مش شايفه ان ليها داعي صراحه، مسبب لك مخاوف. اوكي. في هنا ارتباط كويس بشريكك، مرتبط بالشريك اللي معاك جدا ومهتم بيه وبتعامله بطريقه كويسه، فيها جنتلنس كده. في قرار انت محتار تاخده، بس لو اخدت القرار وشكله بتصرعك المعتاد يا قوس هتندم، هتقول يا ريتني ما عملت. زي ما قلنا، في هنا اتمام للفرح او جواز، او الناس اللي متجوزين اوريدي ممكن تكون اجازه، يعني هيطلعوا اجازه مع بعض. هتغير من حياتك الارتباط ده اللي هيتم ارتباطهم الشهر ده، اكيد طبعا للاحسن. هتكون، انا شايفه انها هتكون اكتر التزام. شابو، ميرسي يا مازن. ميزان، حاضر يا ليلى، من عينيا. يا حبيبتي يا منار، الله يسلمك، انتي وحشتيني جدا جدا. طيب كده ميزان وجدي بيطلبوا كتير. دي المجموعه الثالثه يا دينا. الحمل يا براتي شويه كده، لان انا قريته اوريدي، فعايزه اخلص بس الابراج اللي انا ما قريتهاش وهرجع للحمل تاني. انا قريته قبل الصفحه ما تتقفل وتمسح للاسف، فان شاء الله هقراه لكم تاني. حبيبتي يا نوره، ميرسي يا روحي. كروت مقلوبة. العذراء، حاضر حاضر حاضر. مفيش انفصال يا نسرين خالص، ولا انفصالة واحدة، مفيش أي انفصالات، محدش هينفصل، قاعدين على قلب بعض. اوكي. البات ما انفصلش يا لحن، الحياة شغالة حبيبتي. ايمان، مفيش رد في ايه يا حبيبتي؟ لولا بليز ممكن تشوفي ايمان بتقول ايه، لان انا كنت في قرايه والله ما شفتش الكومنت بتاعك خالص. طبعا يا وليد، لا اعلم الغيب الا الله ونعم بالله. طبعا حمل هنعيده، حاضر. متى الميزان؟ قريب جدا. انا هحاول اختصر بسرعه عشان اخلص الابراج كلها بسرعه. جدي، انا شايفه الجدي بيطلب كتير. الجوزاء، انا قلته يا مريهان على يوتيوب ساعه لما الصفحه كانت مقفوله في الفتره دي ونزلته على الصفحه، الجوزاء هتلاقيه موجود عندك حبيبتي. هحاول اقطعه لكم كده واظبطه لكم واشيل لكم منه التحيات والحاجات دي. اوكي. طيب يا وليد، قلنا لك طيب انه لا يعلم الغيب الا الله، تشتم ليه؟ طيب تعالى تعالى، انت هتعمل لك بان اوريدي بلوك. اوكي اوكي طب يلا نشوف الحاله العاطفيه بقى. حاجه خلاص. ليه يا هند؟ صح، العلاقه الثلاثيه ومحتار اختار مين. اوكي، خلي بالك انك لو ما تصرفتش صح هتخسر الاثنين، خلي بالك. اه، يبقى طلاق بين القوس والميزان. مفيش طلاق عند القوس خالص يا صاحبة الثوب، مفيش طلاق خالص.
ربنا يهدي القوس. طبعا حمل امتى؟ هنعيده تاني يا رحب قريب. حاضر. العقرب. حاضر. اهلا بيك يا سعاد وانا احبك. صبح صبح يا شيمة، ازيك يا روحي؟ عندك وحش جدا، ضعيف قوي فعلا يا انجل. دي حقيقة، الانترنت عندي مش كويس، حتى الصورة سيئة، الصورة سيئة جدا. بعتذر عن اللايف النهاردة، في مكالمة هتحصل بيني وبنتي ايديتا بعد ما نخلص اللايف، مكالمة مش ظريفة. طيب يلا نشوف الحالة العاطفية للمجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة برج القوس، الحالة العاطفية من، أنا سوري ما قلتش التواريخ، ده من 10 لحد 21 ديسمبر. أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي اوكي القوس عايز ايه؟ القوس عايز يجمد العلاقة، يعني عايز يوسف صوتك. القوس عايز العلاقة زي ما تقولوا ايه، تقف كده، وقف كده، وقف هنا كده ثانية واحدة، زي ما تقول ايه، دوس بوز ثانية واحدة كده. لا، في خناقة، داخل على خناقة، داخل على خناقة، عايز يتخانق، عايز يتخانق، وعنده جواه حاجات وعايز يطلعها، وفي حاجات مش ظريفة. شايف شريكه ازاي؟ شايفه شخص كريم. اوكي، كارما لو حصل انفصال ان شاء الله في رجوع. الطاقة ما بينكم فيها مشاكل كتير، تعب، تعب جامد. اوكي، شريكك عايز ايه؟ شريكك على وشك يقوم بخطوة لكن متردد من النتائج بتاعتها. كويس، نفسه في ايه؟ نفسه يساعدك، هو عايز يساعدك. تمام، شايفك ازاي؟ ركزوا بقى معايا قوي بقى في شايفك ازاي. شايفك يا اما مسحور او محسود، شايفك كده. انت بتتصرف من غير منطق، هو حاسس ان انت بتتصرف من غير منطق، نفسه يساعدك. اوكي، وانت عايز تتخانق، شايفين الدنيا عامله ازاي، عايده تاني. القوس عايز ايه؟ مش عايز يعمل حاجه، عايز يفضل قاعد كده ويوقف كده العلاقه، وايه، وقف، اقف، اقف في مكانك كده، بنبص كده نشوف ايه اللي بيحصل هنا. اوكي، خناقه، عايز تتخانق. اوكي، شايف شريكك شخص كريم، شخص كويس، شريكك عايز يعمل خطوه بس خايف من توابعها، ونفسه يساعدك. شكل الحاجتين دول مرتبطين ببعض، ان الحاجه اللي هو متردد يعملها ومش شايف توابعها دي، ان هو يساعدك بس خايف المساعده دي ما تكونش صح. شايفك ازاي؟ شايفك مسحور او محسود. الطاقه ما بينكم زي ما قلت لكم فيها تعب جامد، تعب، تعب غير طبيعي. اللي عنده لو القرايه دي منطبقه عليكم، بليز اكشفوا، اكشفوا، شوفوا ايه الموضوع. ولو حسد اقروا يا جماعه، اقروا، حصنوا نفسكم من الحسد. لما تشوفوا حد، اي حد، قولوا المعوذتين جواكوا، البسوا خرز ازرق، حاجه، حجر ازرق، الفيروز حلو جدا الحسد، لو الموضوع حسد. وشوفوا لو الموضوع فيه سحر، يعني لو الموضوع كبر يعني وعدى مرحله الحسد وبقى سحر، يعني شوفوا ايه الموضوع. بس شريكك بيحبك يا قوس، مش عايز يسيبك وعايز يساعدك. داخلين على مغامره الشهر ده، في مغامره هتعملوها، وفي معافاه، الله اكبر، في معافاة من تعب كان طويل طويل، تعب طويل، إن شاء الله في معافاة منها، وهتبتدي مشاعر جديدة تظهر. بسم الله ما شاء الله، أنا أشعرت القراية حلوة قوي قوي ما شاء الله، القراية أفتكر واضحة ومفهومة.
يا حبيبتي يا اروى يا خلاصي على البنات العسليات اللي بيعبسوني دول. طبعا يا الاء ممكن اقول لك، بصي هو هجيبهولك او هصوره واحطه في الجروب. انت دخلتي الجروب ولا لسه؟ انا هظبط بس الجروب، عملت جروب جديد يا جماعه، اسمه اميره ادلبي، بنفس اسمي ده، اسمه مؤقت يعني، وبعد كده هغيره. القوس في عمل، القوس في عمل. طيب خلاص خلاص وصلت المسج. شوفي بقى ظبطي امورك كده، لان هو ده مبوظ لك العلاقه خالص. هنعمل بقى فيديوهات للبنات بقى، علشان هما هنا في ولاد طبعا مش عايزين الهبل ده، يقعد يشوف مانيكير ولون الصبغه والميك اب والحاجات دي. نبقى نعمل لايف في الجروب، اسمه اميره ادلبي، دوروا عليه هتلاقوه. في خناقه، بحب الخناق، بحب الخناق قوي الصراحه، انا عايز الخناق. ايه بنت ربنا ما يجيب خناق، ده وجع قلبي يا شيخ. لايك هنا، حاضر، خدي لايك يا ايمان، خدي قلب. طيب يا جماعه، انا الانترنت النهارده مش مساعدني ان انا اقرا قرايه مجانيه، معلش سامحوني والله. فعلا ميرسي يا عبير، كان كله صح، هايل، ميرسي يا هلا. I love you too يا ايمان from Tunisia، صح منوروني يا روح قلبي. انا شريك القوس بتاعتي منه جدا، هو القوس. طب ما تشوفي كده يا عبير، شكله محسود او مسحور، في حاجه عنده مش صح. صحيح كلامك، بشكرك يا روز. كيمو. انا مش عارفه انت بنت ولا ولد، بس شكلك ولد. اه كيمو، ابعت للصفحه بليز. تروحوا للشيخ، بتروحوا للشيخ يا بقى. انا بيبان عندي في القرايات، يعني انا ساعات في القرايات بتبان عندي، بس انا مش عايزه اقول لكم كده عشان ما تبقوش انتوا جايين للقرايه عشان تكشفوا على حاجه زي كده. لا ما تجيلوش انا تكشفوا على حاجه زي كده، بليز اكشفوا عند الناس متخصصه. شيخ، روحوا للشيخ يشوف في حاجة ولا لا، إذا كان في سحر أو حاجة معمول لكم ولا لا. صح فعلا، طريق أختي كان كده بالفعل. أوكي والحمد لله خفوا بقى، كويس كويس قوي. ناجية عصبي عطوبة تخنقي، ده شطان حبيبة قلبي، يعني أتليست مع فراتك. فالذكر حبيبتي، إيه اذكري ربنا كتير وكده، واستغفري كتير، واعملي الحاجات دي كلها على فكرة، بتزهقوا وبيخرج. كل كلامك مظبوط، بشكرك يا هلا جدا جدا، ده حقيقي. ثانك يو يا ساسو حبايب قلبي. طيب ان شاء الله نعوضها اللايف اللي جاي، نعمل اسئله. ليه يا انجل زعلانه ليه يا حبيبتي؟ الانترنت وحش قوي يا جماعه والله، وانا كل ده شغاله بالباقه بتاعه التليفون، وهتفصل كمان شويه، وزي ما انتم شايفين الصوره وحشه جدا. قلت لي قوس ماله بقى، انا هقفل يا اسراء، وعيدي بقى تشوفي بقى قوس ماله، اتفرجي اسمعي كل حاجه. حبيبتي يا ملك، حبيبتي تسلمي لي، هاتوا خناق وشريكي وشريك نكدي، معلش نسري. بصوا لو هو نكدي غصب عنه بسبب السحر او الحسد اللي عنده ده، معلش اعذري، هو مش يعني مش بقى يعني مش قاصد، هو ما يقصدش. بشكرك يا زوزو قوي حبيبه قلبي، ربنا يخليكي، تسلمي لي حبايبي. يلا اسيبكم على خير، تصبحوا على خير، اشوفكم ان شاء الله. هحاول نطلع بكره. نقول ايه بكره؟ نقول الطور، نقول الطور بقى ولا الجدي؟ نقول الجدي الاول، معلش نقول الجدي عشان جدي طلب كتير قوي قوي قوي، هنقول الجدي ان شاء الله، ان شاء الله بكره، اوكي؟ اشوفكم بكره، واحاول اطلع بدري عن كده كمان. يلا اشوفكم على خير، وخلي بالكم على نفسكم، باي باي. تسلمي لي يا ام عمر، باي يا حبيبي.